إيديسيو اليون سيفون تقدم لكم الشيخ علال المالحي ولد المهايا والقصابة الذهبية شعيب. وهذا القصيدة راها مهدية وتبقى تاريخ نتاع الحسيمة. يا ابن عمي خاف وتوب وعرف باللي الحوايج راها غالية وتوادع. اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقين عايشين الله يحفظهم في خاطر المغرب طول مون. في خاطرك اسمعي بخطو الشاعر تاع وجده وما ننساوش مزواري بن دالي. ونبدا باسمك يا الله رب السماء الواحد الوحيد لا شريك معه صلى الله على احمد سيد الامه محمد شفيعنا رسول الله. وكيراني مسحود قبضتني حمى وكلامي نحكيه للمؤمن بالله. يا مناتي قريب راها مهموم في ارض الوطن هذا الشي شفناه. باسمك يا الله رب السماء الوحيد الوحيد لا شريك معاه صلى الله على يا احمد سيد الأمة محمد شفينا رسول الله. كراني مسعود قبضتني حمى وكلامي نحكي للمؤمن بالله. مناتي قريب راها مهمومة في أرض الوطن هذي الشي شفناه. مجزال اللي حظى في حسيمة يطيح بنيانها والشعب الداه. بزاف السكان رايحوا في أزمة شيبوا الشبايان داء القاتل. خاطرك الشيخ محمد الحاج اليونسي في خاطر ولدك حسان في خاطر الحسين منا اللي احتل جراه. وما ننساش الشيخ احمد ليو والشيخ محمد السالمي. مجزال اللي حظى في حسيمة يطيح بنيانها والشعب الده. بزاف السكان رايحوا في أزمة شيبوا شبايان قاع القاتل. كبم الأرواح رايحة مردومة يعلم بيهم سوايا الخالق سبحانه. محمد السادس زين الهمة ملك المحبوب نصره الله. ثم أمر الشايع بمع الحكومة راه كل اقليم حسيمة ترجاه. مؤسسة خميس المنظمة رغم منها شايع بحسيمة غطى. Oh,
عشت الخميس المنظمة يغي منها شايب حوسي ما غطه أطهم ما يبقى من خيمة ربما اختصين للمجروح دواه عطد والجاية وللمساهمة نقضوا المجاريح اللي ما تدفنا الله عزوى السلطان في هذه الأزمة هذا الشيء نكتب جاء من عند الله بالجاف اللي كان أسرى ملمومة واصبح لأولاد لجيران حدا شفوني لبزار وتبقى ويتامة يا بيو لمين تو يعرف معناه جاو الرجال انقذوهم الأزمة.